الخامس من أركان الإيمان. الإيمان باليوم الآخر. يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. خروج الروح. ثم في القبر ترجع إليها الروح. يسأل في القبر من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ والبعث بعد الموت والجزاء والحساب والجنة والنار حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر.